فضلك يا رب كل حاجة فيها مش مظبوطة هترجع مظبوطة تاني، احتراما ليكم وتقديرا ليكم ومحبة فيكم. سيبت يطرح مديني مفاتيح السوبر ماركت. قال لي سيادة الرئيس جاب لك اللي انت عايزه كله وعايز حاجه عند بلد تاني، وسيادة الرئيس بيديك المحل ده عشان تشتغل فيه وتريح نفسك. الحمد لله الحمد لله يا ريس الحمد لله الحمد لله والله العظيم ربنا يبارك لك يا رب يبارك لنا كلنا امين يا رب ربنا يديك الصحه يا رب يا ريس. عايزين نعمل لكم حاجه. نعمل ايه؟ حضرتك لا واثقين في الله بالله. لكن عايز اقول ان الظرف ده هينتهي يا رب يا رب ان شاء الله ودعواتكم الطيبه يا رب. ها ده كويس بجنيه مش هنسيب خوز يا ابني. المهم انت كويس، خلي بالك من نفسك. مين زميلك اللي كان سايق؟ وقف واتكلم معانا وطمن علينا وما سبناش الصراحه، والساده الضباط ما سبناش خالص. وبعدها كلمني مندوب من الرئاسه قال لي علمنا انا ومينا ورحنا لقيت سياده الرئيس بنفسه وبعت له خوذه، وحابب اشكره جدا يعني، ودي لفته جميله منه يعني الحقيقه. فضلك فضلك الناس تلبس كده تمام يا فندم. لو احنا ما خدناش بالنا هتزيد. تمام ما تسيبوش الناس كده. لا حاضر يا فندم حاضر. ازيك؟ كل سنه وانت طيب. عامل ايه؟ انت ساكن فين؟ من سوهاج. وعايش هنا؟ لا عايز اخد ممكن مسكين بس. عامل ايه؟ اخد موت مسكين بس وانسى. بتلاقي في موت مسكين انا بات في الحي الثامن. بتتبع حتى في المكتب. لوحدك ولا معاك ولادك؟ لا واحدة هي. بروتك الصح. مش عايز حاجة؟ صحيح. بس انا كنت عايز اطمن عليك. تعبانة؟ لا. والله قلبه وسكر وكبد. الف لا بأس. وضغط. اللي انت عايزها هتعمل لك ان شاء الله يبارك لك. حاضر حاضر. عايزه توريني ايه؟ ده العلاج. مين اللي قالك لا؟ مين اللي قالك لا؟ كل ما هني يقولوا كورونا دوا كورونا دوا ومشوني. يعني مين اللي مشوكي؟ لا ده احنا علينا الاثنين. تسلم يوم. لا على طول. تسلم على طول. ايه تاني يا ماما؟ ايه تاني؟ بس يا ماما ان شاء الله يبارك لك. لا صحيح. والمصحف ما انت خباك والمصحف. انا مصدقك بقول لك. ايه تاني؟ استني كلمني. انت عايز تمشي؟ مروح. شكرين. ان شاء الله يراضيك يا امي. ولد عندي سرطان والله. اللي انت عايزاني اعمله كله. ان شاء الله يبارك لك. طب نروح لك فين؟ لا ده هم هياخدوا منك دلوقتي كل البيانات. ان شاء الله يناديك يا ولد، ما حد يضرك وخلي لك اولاداتك وبارك فيك وراضيك. شكرا شكرا شكرا.